ألف مبروك التخرج من المرحلة الثانوية وأيضا التفوق والنجاح، وكنتي في المرتبة الأولى على البحرين. اليوم نسترجع الذكريات، ذكريات 12 سنة من الصف الأول لصف الثالث الثانوي. شلون مرت هذه السنين؟ طبعا السنين كانت لها صعوباتها أكيد، يعني كل سنة تتطلب أنك تبذل جهد عشان تحصل نتيجة ترضيك في النهاية. طبعا من يومي صغيرة عندي هدف أني أدخل كلية الطب، فقعدت أشتغل على نفسي عشان أحقق هذا الهدف، والحين تخرجت بنسبة يعني عالية، فإن شاء الله يتحقق هدفي بإذن الله. شلون كان دور الوالد والوالدة في المشوار الدراسي؟ طبعا أمي وأبوي هم أكيد كانوا الداعم الأول لي من يوم أنا صغيرة، يعني وهم يعني يهتمون فيني، يعني يهتمون أني أحقق درجات عالية وأتفوق، ويعني من إعدادي وأني أطلع الأولى على الدفعة، والحين تخرجت الأولى على البحرين بعد. جميل أن نشوف الشركات الخاصة والقطاع الخاص يشارك فرحة الطلبة والطالبات بهذه المناسبة. أولا ما شاء الله عليكم، جريدة الأيام يعني دائما بادرون بالأشياء الجميلة اللي زي كذا، والله يوفقكم as usual، يعني مو غريبة عليكم. وإحنا اللي قاعدين نسويه يعني جزء من المسؤولية الاجتماعية يعني، وغير كذا بعد الطلبة جزء من المجتمع البحريني، وإحنا نحب ندعم الطلبة دائما، يعني هذا أساس من أساسياتنا. اليوم إحنا سعداء صحيفة الأيام وأيضا شركة نون للساعات أن تستقبلكم تهديكم هذه الهدية. مشكورين جدا على هذه الفرصة. طبعا الحمد لله رب العالمين، تخرجنا من الثانوية وصلنا في لوحة الشرف، وهذا شيء جدا فخورين فيه احنا وعائلاتنا. وطبعا اهدي تخرجي هذا الى عائلتي واصدقائي اللي كانوا في هذه المرحلة وياي، وشكرا جزيلا لهذه الفرصة. للوالدين دور رئيسي في تفوق البنت مرحلة 12 سنة، شلون كان؟ والله وش أقول لك، يعني أولا شكرا على الهدية وإضافة بسمة للطفلة. طبعا كنت دائما مثل ما تقول، يعني الطفل يحتاج دائما عدم الضغط، يكون على راحته في كل، من دون ضغط في دراسة، حاول دائما أعطيه يعني يتاح لي كل الجوانب ويكون مرتاح في حياته. يعني نون أوفيشال حابة تكربكم وتشارككم هذه الفرحة. الله يبارك فيكم، مبسوط جدا من التجربة، ويعني شكر لكل من ساهم من الرعاية الرسمي نون والإخوة الذين استضافونا في مجلة الأيام هنا. أكثر من 12 سنة، نقول 14 سنة يعني، فإحنا بننتظر هذه اللحظات كأولاء أمور، كأب وأم وأسرة كاملة كنا في انتظار هذه اللحظات، والحمد لله ان احنا بلغناها. من الاوائل على البحرين، خبرينا شنو شعورك وشنو تشوفين نفسك في المستقبل؟ طبعا سعيده جدا بهذا الانجاز وفخوره جدا بالانجاز اللي حققته. ان شاء الله في المستقبل اشوف نفسي في اشتغل في المجال الصحي، اميل الى التخصصات الطبيه، ولكن الان ما عندي خطه واضحه للامانه. طبعا شعور مختلط بين الفرح الكبير بالإنجاز اللي حققت البنت ولله الحمد، وشعور بالمسؤولية تجاه مستقبلها والخيارات أن أكون داعم إليها في خياراتها في دراستها المستقبلية. نسأل الله مثل ما وفق في المرحلة اللي راحت يديم فضل علينا ويوفقها في المرحلة الجاية، وإن شاء الله الأمل بالله إن شاء الله أن تختار التخصص المناسب وتتوفق فيه وتخدم البلد إن شاء الله وأهل البلد بما يرضي الله.